أقل مقارنة بكل من الاتحاد الأوروبي الذي بلغ فيه المعدل 11.6%، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اللي بلغ فيه المعدل 6.8%، دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي بلغ فيها المعدل 8%. شهدت هذه الفترة تسجيل 4638 حالة شفاء، ومجموع الوفيات لهذه الفترة 13، وبذلك يصبح معدل الوفيات 0.3%، وهو من أقل النسب عالميا مقارنة بكل من الاتحاد الأوروبي الذي بلغت فيه النسبة 2.3%، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي بلغت فيه النسبة 2.4%، دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي بلغ فيها المعدل 2.5%. الأخوة والأخوات، تحدثنا في إحاطات سابقة